سيارة المستقبل قادرة على رؤية كل شيء طيلة الوقت، وهو أمر يعجز عن القيام به أي سائق بإدارة رأسه أو عند النظر في المرآة. والسيارات المستقلة مجهزة بعدد من الكاميرات والرادارات والمحسسات. أما الجهاز الرئيسي فهو الكاميرا ستيريو الموجودة في مقدمة السيارة والموصولة بجهاز كمبيوتر، وهي مزودة بعدستين تبعد الواحدة عن الأخرى 20 سنتيمتراً. وتؤدي هذه الكاميرا عينها دور السائق، فهي تمسح الطريق وتحدد عوائقها وتحتسب المسافات. وبفضلها يرصد الكمبيوتر أي حركة كدراجة تعبر الطريق فجأة أو طفل يركض. أما الكاميرات الموزعة في أرجاء السيارة فتمسح زوايا الطريق الأخرى. إلى ذلك تولى إلى كاميرات أخرى مهمة قراءة إشارات المرور والطرق. بالإضافة إلى ذلك جهزت السيارة برادارات لكشف الأجسام بعيدة كانت أم قريبة، لتصبح قادرة على رصد كل ما تواجد على مدى 200 متر وحتى ليلاً. وتعمل رادارات أصغر حجماً على أطراف السيارة على رصد كل ما يدور حولها كراكبي الدراجات الذين يسيرون إلى جنبها. ولن ننسى محسسات السيارة الأخرى كجهاز كشف الأمطار الذي يتحكم بسرعة وعملية الكبح، أو آلة قياس شدة الريح والتي تسمح بالحفاظ على مسار السيارة في حال هبوب رياح عاتية.